ايش يا سنباي؟ طب سنباي صحيح، سنباي الحمار ليش هيك بيجي؟ شكله معاه توحد ولا اشي؟ زيك سنباي بوقف ورا الشجرة وما بيسوي ولا اشي. ايش يا سنباي؟ لا تكون مريض معك اشي، مجنون ما مجنون؟ بيجي على المدرسة بضل يتأمل بهالمنظر. ايش في قدامي يا زلمة هالقد المنظر عاجبك؟ ما عارف شكله بشوف جن او مجن غريب يا ما عارف شو هالمنظر اللي قدامك متأمل فيه يا زلمة. قدامك بنت مزة زي هاي وتتأمل بهذاك المنظر، والله شكله هو المستحط. طيب كيف شكله؟ لا يا سنباي والله طلعت مجنون، انا مو متبع لك، هي تاني يوم ومسكناك بينت انك مبين انه مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم شباب، معكم زيد او سوبر بي اس بي سي. اليوم جانا فيديو جديد مع الحلقه الثانيه من لعبه ياندر سيميوليتر. لعبت هاي اللعبه من قبل، اللي هي البنت المجنون اللي بتكون بتحب حدا بالمدرسه وبضلها تسوي اشياء غريبه. بتوقع انه كل اللي سويناه بالحلقه الماضيه ما تسيف منه ايش، لان اللعبه شكله ما فيها سيف. فبهاي الحلقه راح احاول انه امشي بالقصه، لانه هابل كنت بس اضل اتهبل والفلف اسب على الكل، فراح احاول امشي بالقصه بركي انه تطورت شوي شوي وصرنا انه صاحبنا اللي هو سينباي. مفروض انه احنا هلأ هيك ناخذ حصص بيولوجي، ناخذ نقطه فيها معنا خمس نقاط كان. اللغه ناخذ انه ناخذ كمان هون واحدة، خلص يخلص. طيب ايه كونفيرم، ايش مفروض هلا خلص اروح؟ طب نحكي مع هاي نشوف شو مال هاي. كومبلمنت، I just want to tell you that ايش tell you that you're pretty ولا ايش زيك. تحكي لها ان انت حلوة. طبعا مجاملات البنات هاي الهبل، ايه بتجنني، بتكون شكلها بخزي وبخوف، ولو تطلع عليها كمان هيك تطلع عليها دقيقة كاملة ممكن تصاب نوبة قلبية. باي. اغبى اشي ممكن يصير، هاي اكورد مومنت، توقف واحد انت تحكي له مع السلامة. ننزل نروح ناكل، بعدين نروح علينا الغدا. لا والله لو شو ايه روح علي الغدا بلا سنباي بالهم. هدول هاي الشلل اللي بالمدرسة تعرفوهم، هدول بيكونوا كلاب، ما راح اهتم لهم هلا، مع انهم بنموا علي كلهم وانا عارف، بيحكوا مأورين من شعري ولبستي، مع انه كل لابسين زي بعض بس دائما هيك خلص انا لبسي هيك بنقهروا منه. طلع كيف طلع. هي الوحيد اللي لابس اجرابات، الباقي كانوا مو لابسين، فيمكن عشان هيك مقهورين. عشان لابس اجرابات ولبستها خرافيه، ما قدروا يشتروا اجرابات بس قدروا يشتروا كل اللبسه. تا 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 اوه نلقي محاضرة هنا، انا بلقي محاضرة. ما بتطلع هاي؟ هاي هنا. لا اطلعي. طب خلينا نعطيهم خطبة على السريع. اليوم جمعتكم كلكم، طبعا ما في حدا بس جمعتكم كلكم عشان احكي لكم اشي مهم، انه راح تموتوا اذا طلعتوا على سنباي. مع السلامة. شكرا شكرا شكرا. بدون تزييف، لا لو سمحت ما تخجلني ما تخجلني. ايه كرت بطل تستحي، لساتك خجول، لساتك ما تخلصت من الخجل هذا، لازم تتدربي. طبعا تدريب عشان تخلص من الخجل بال انه تروح انه تحكي مع بنات او شباب او بالعكس، يعني اطلع على الشارع وصير احكي معهم. خدها مني نصيحة، خدها مني نصيحة، اطلعوا يعني انت خايف تحكي مع البنات، اطلع احكي مع البنات عادي هيك، روح اسألها عن اي شيء. بس بنهاية اليوم في عندك خيارين، يا راح تكون مبسوط وهذا خيار شوي ضئيل جدا، والخيار الثاني راح تنتحر. خلينا نبهر سنباي، نبهر سنباي، نبهر سنباي. في دائما هيك الشباب بحبوا البنت اللي بتكون كيف تفهم كل اشي وهيك بتمسح وبتنظف وزيك شغلات. كلاس تايم مندي، اي هي في بلش الادب، لازم اروح خليني ابهره بسرعه. بس شايف ياسين باي علي حصه وجاي بنظف قدامك، شفت كيف؟ طبعا بالله ما انا محترفه، بالله ما طبعا كيف هيك التوازن بالحركه وزي هيك. زي ما احكي لي انا بحبك وخلص. طبعا انا مثل ما حكيت اني ناوي اختم امشي شوي، عشان يمكن كل ما تمشي شوي بالايام انه بصير اشياء تتطور، انه ممكن تصير تحكي مع سين باي، فانا حاب اصلا اشوف شو راح يصير. هاي الوحيده اللي بالصف، راح اعطونا خمس نقاط، خمس نقاط. لانجويج هاي انه خلينا نحطها هاي. لانجويج خلينا نضيفها. كيمستري نضيف واحدة. كيمياء بيولوجي خلاص هيك تمام. ايش هلأ ترويحة؟ افتر سكول ياه، ترويحة اكتر ايش كنت كيف عليه بالمدرسة الصراحة. اللي كان دايما طول المدرسة انا مسموم بدني، اكون مسطل وزي هيك، لما تيجي الترويحة زي كأنه واحد معطيني مليون دينار عن جد، يعني
شعور لا يوصف. يا الله شو انه شعور حلو هاي الترويحه. فلا هي الكلبه حاسسته فانا فاهم لها حلو شعور الترويحه. سنباي يا كلب اشوفك بكره، وانا عارف انه عجبك طريقه التكنيس وزي هيك شغلات، بس انت مستحي. شكله سنباي اللي بيستحي مو انا. اوه ضلت ماشي ورا عشان توصله للبيت وبس تاكدت انه هو بسلام راحت رجعت على بيتها. يان رشان جاز تو سليب اند دريمز اوف سنباي. روحت وصلت نامت وصلت تحلم بسنباي. حياة سنباي هاي. اوه ياه 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 ياه. نيكست داي. طيب بدي اسوي فحص النظر قبل ما نروح على الحصة عشان اتاكد من نظري. طيب هلا الاولى اللي بتكون على اليمين بتكون لفوق مع الزاوية على اليمين، الثانية لفوق، الثالثة للشمال، اللي تحتها نبلش من الشمال لفوق، اللي جنبها لتحت، اللي جنبها لتحت على اليمين، اللي جنبها لفوق على اليمين، اللي جنبها على اليمين، اللي تحتها لفوق، اللي تحتها لفوق على الشمال، اللي جنبها على اليمين، اللي جنبها لتحت، اللي جنبها على الشمال، اللي جنبها على الشمال. شوف طيب صراحة باللانش تايم ما في اشي بدنا نسوي. اشي واحد بدنا نقتل بنت. سمعت يعني سمعت من اشاعات زيك في بنت، لا في صاحبة صاحبيتي، صاحبيتي حكت لها انه هاي البنت حكت مع سنباي او انه طلعت عليه بالغلط مرة، ممكن بالغلط بس انا ما بشفع. فبدنا نرتكب جريمة قتل برمضان. ماشي تم تحديد الهدف بنجاح. ام شعر ازرق؟ بس ازرق ايش؟ انا سمعت انه يعني البنت اللي حكت مع حسين باي لون شعرها ازرق، بس ازرق ايش ما حددوا. في عنا خيارين، راح نقتل الاثنين عشان نطمن. المفروض نستناها تبعد او اشي زي هيك، بس هي شكلها كتير بتحكي هاي الكلبة، وانا بعرفهم هدول نوعيات من البنات بحكوا كتير. ف نروح نطمن على حسين باي قبل ما هم بيحكوا، لانه ما في اشي نسوي. حسين باي المجنون، تعال نراقبك من هون. مجنون معاه مرض نفسي حسين باي، ما بيسوي ولا اشي بحياته الا واقف هناك بهالشجرة. ايش ولا ايش يا؟ سمعت انك مسوي مصايب مع سينباي. ايش تحكي لي؟ Are you just going to stand here؟ ادير دير بالك حالك بالله. ايه بتغمز دواوين وزيك العب طوش، دير بالك حالك ماشي. ايدك لأبيدك. ايوه it's the time baby. هي عشان هيك هاي. استنى شوي تن 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 تن. ما حد راح يكشفنا هلا ولا اعمل حالك ما شفت اشي ماشي. ايوه واعمل حالك كمان مو سامع اشي. انا هيك بحب هدول الناس. نمسح نمسح ما ضل الا شوي. كاتشب يا شباب كاتشب. بس ارجع. ايوه هيك صح. صاحبتي هاي بالصف ما عمر حكيت معها، بس ولا عمر شفتها اصلا وانا بدرس. نشوف هاي ما اخذنا من اشي. بسيولوجي لانجويج مثل ما كان سنباي بحبها، وبيولوجي يعني درستين كول وستن. ايش كشفتنا؟ لا يا حبيبي بلغت الشرطة. طب والله سويت كل اشي. ايش ضل هديك ام شعر احمر؟ اكيد حكت عنا. الكلبة كانت عاملة حالها مو شايف ولا اشي. اخ بس رح انتقم منك. المهم هيك كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم. مفروض اني انا سويت كل اشي صح، بس يمكن استعجلت شوي وقتلت لي واحد كان لازم اقتل صراحة، ما قدرت امسك حالي. ممكن اكملها صراحة بفيديوهات تانية، يمكن اسوي سلسلة كاملة عن هاي اللعبة واحاول انه اختمها واعرف شو بصير اصلا، لانه صار عندي فضول اشوف مرة احكي مع سنباي واشوف شو راح يسوي. فهيك كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم. كان معكم زيد او سوبر بي اس بي سي. لا تحرمونا من لايك سبسكرايب فوفرت، وما تكتبوا لنا رايكم كومنت. مع السلامة.